رسالة مفتوحة وقع عليها 1044 عضوا في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من بينهم جيفري كوبلاند وتوم فريدن، وهما مديران سابقان للمركز. أعرب الموقعون في رسالتهم عن قلقهم من تسييس مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وحتى تلجيمه خلال فترة مكافحة الوباء، وقالوا إن انعدام القيادة الموحدة في كافة أنحاء البلاد أثناء الاستجابة للوباء هو أمر خطير وغير مسبوق، وإن تقييد أعمال ملاحقة المتصلين بالفيروس داخل كل ولاية لم يحل دون تفشي الوباء عبر الولايات. ونوه الموقعون في رسالتهم إلى أن من عادة مركز السيطرة على الأمراض في الماضي التعاون مع أقسام الصحة المحلية في مختلف الولايات لإنشاء نظام وطني موحد للتنسيق ومتابعة الأمراض من أجل تجنب وقوع مثل هذه الفوضى. وفي الختام أكدت الرسالة على أن الكارثة ما زالت متواصلة وأن موعد انتهاء الوباء ما زال بعيدا، مشيرة إلى ضرورة أن يقف المركز في الخط الأمامي للتعامل مع هذا الحادث العالمي الطارئ في الصحة العامة، وداعية بشكل ملح الإدارة الأمريكية إلى تمكين مركز السيطرة على الأمراض مجددا من دوره الذي لا يمكن الاستغناء عنه.